تقبلي تتجوزي في بيت عيلة وليه اه وليه لا؟ مش في كل الأوقات يعني، على حسب العيلة برضو. لو العيلة كويسة أكيد ممكن أقبل، لكن لو العيلة لا أكيد هرفض تماما. لا عادي، أنا متجوزة بس مش متجوزة في بيت عيلة، بس علاقتي بحماتي وبأهل جوزي علاقة حلوة جدا، ولو أنا معاهم في البيت برضو مش هيبقى فيه مشاكل. مبقاش في حاجة مريحة، ساعات مثلا في بيبقى سلايف، حما، برضو الرجالة اللي هم أخوات الجوز، فبيبقى في مشاكل، فأريح لي إن أنا أبقى بره. بيبقى في مشاكل كتير ما بين الحماوات والسلفات، يعني مثلا سلفتي غلط مني، جوزي طالع بحاجة جوزها ما بيجيبلهاش كده، بيبقى في أغلب الوقت بيبقى فيه غيرة سنة، غير كده بيبقى لازم خصوصيتي. الود الكتير دوت بيولد مشاكل وحاجات كتير. طول ما أنت مقتصرة وبعيد عن الناس شوية أنت محبوبة إن أنت تروحي زيارة بس. لو هي العيلة كويسة أوافق عادي، ونسيب باب الود مفتوح، مش مقاطعة، مش معارضة الموضوع ده. كل واحد في حياته should have privacy، يبقى عنده خصوصية، ففكرة الجواز في بيت العيلة ده أنا لا أنصح بيه تماما، لأن حتى لو الأطراف كلها كويسة جدا وهيلين قوي مع بعض، كل واحد في الحياة لازم يبقى عنده خصوصيته. لو كانت العيلة بتحب بعض كل البيت هيبقى كويس، لو كان في مشاكل ما يقدروش يعيشوا مع بعض، وكمان الولاد بيطلعوا ما بيحبوش بعض، فنصيحة ما تتجوزوش في بيت العيلة. ايه نوع المشاكل اللي ممكن تحصل في الجواز او في الحالة دي سواء من اهل الزوج او من اهل الزوجة؟ هي لو انا في بيت عيلة فطبيعي هتبقى من اهل الزوج، لان انا هبقى عايشة مع اهل جوزي، فممكن مثلا تبقى غيرة، يعني في بنات بتغير على اخواتها الولاد، من غيرة الام على ابنها، ممكن انا ممكن ما بقاش متقبلاهم اصلا، اللي هو انا داخله لا انا مش عايزه اتقبل حد فيهم، فبرضه ممكن المشكله تبقى فيا انا مش بس فيهم. هيبقى في غيره سواء مني انا على يعني على جوزي من مامته، او من مامته يعني تغير عليه هو مني. اولادهم مثلا مع اولادي، مثلا سلايف مع بعض، حما ومثلا بنت مرات ابنها، مثلا اخت الجوز بتقوم على يعني مرات اخوها. هتيجي امه تقعد الصبح تقول لي غسلتيش المواعين، ما طبختيش، ما عملتيش ايه، انا مالي ومال امك اصلا، واخت بقى يعني اخدم فوق واخدم تحت، انا مالي اصلا. مشاكل كتير قوي يعني، من الحما، من اخت الزوج، من سلفتك، من اي حاجه، المهم لازم يطلعوا لك باي حاجه يعني، فاهماني؟ من عيله الزوج بتبقى متدخله زياده في البيت، في الزوج والزوجه ذات نفسهم، فبيحسوا ان هو لا احنا مش واخدين حريتنا، فبيضطروا ان هم يخرجوا بره. طب وفي ناس ما بتتدخلش بصراحة، بس دي بتبقى أقلية جدا جدا جدا. اختلاف الطباع، كل واحد بيحب يعمل أو كل واحد بيحب يعيش حياته بالطريقة اللي هو شايفها، بيحب ياكل بالطريقة اللي هو عايزها، بيحب يلبس بالطريقة اللي هو عايزها، فاختلاف الطباع بيعمل مشاكل حتى ما بين الإخوات يعني. أهل الزوج بيبقى أغلب الوقت هي خدتك منا، يعني هي بتبقى كده، هي خدتك منك، انت ساعة ما اتجوزت انت ما بقيتش وسطينا، أو مثلا هي مش مريحاك يا ابني.